السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم وصفة جد رائعة، وهي عبارة عن كيكة المول العجيب بمذاق البخاليني، قمة في المذاق وسريعة التحضير، وأنا جد متأكدة أنها غتنال الإعجاب ديالكم. بدون إطالة نتلقوا بعد الفاصل. اهلا وسهلا بجميع مشاهدي قناه دار البنا. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب وتركوا لنا تعليقات، فاراءكم تهمنا. الى اول مره كتدخل القناه اضغط على زر الاشتراك وعلى زر الجرس باش يوصلك كل جديد. بسم الله على بركه الله. نبداو بالمقادير. عندنا ثلاثه البيضات، 150 غرام سنيده سكر خشن، كاس زيت المائدة 150 مليلتر، ياغورت طبيعي بنكهة الفاني، فلون كراميل، جوج خميرات ما يعادل 16 غرام، الدقيق 150 غرام، نصف لتر حليب، جوج معالق ونص ديال كريم باتيسيير، ثلاثة المعالق ديال السنيدة، وجوج معالق كبار ديال البخاليني، وشوية الملح. بسم الله على بركة الله. نبداو، ناخذ الاناء ونديروا فيه البيض، يستحسن يكون في درجة حرارة المطبخ. نضيفوا شوية ديال الملح ونضيفوا السكر خاشين السنيدة ونضربوهم مزيان حتى يضاعف الحجم ديالهم. ونضيف الزيت شويه بشويه، كنستمر في التحريك. من بعد كنضيف الياغورت بنكهة الفاني، بعد ناخذ الدقيق ونغربلوه، ناخذ الخميره ديالنا ونغربلوها حتى هيايا باش ما تخليش لنا دوك الحبيبات في الكيكه، وكتعطي نتيجة أحسن ملي كتغربل. نحيدو الباطور ونخدمو بالفوي، نضيفو الفلون بنكهة الكراميل، الكيكه ما كتجي خفيفه ما كتجيش ثقيله. على القوام ديالها هذاك الفلون كيعطي واحد النكهه زوينه. شي القوام ديالها كناخذ المول بعد ما دهناه بالزبده والدقيق وكنخوب عليه داك الخليط.
كندخلوها للفرن على درجة الحرارة 180 ما بين 40 دقيقة حتى 45 دقيقة. ملي كطيب ملي كندخلوها للفرن كنوجدوا الكريم ديالنا. كناخذوا الحليب نصف لتر ديال الحليب كنضيفوا عليه واحد جوج معالق كبار ديال كريم باتيسيير وثلاثة المعالق ديال السنيدة. صافي كنستمروا في التحرك مزيان تينسجموا لينا دوك العناصر مع بعضياتهم. ديتو فوق الفرن من بعد ما عقد لينا داك الكريمة ها النتيجة ديالها وكنضيفو عليه جوج معالق كبار ديال البخاليني. صافي كنستمرو في التحراك. من الأحسن هاد الكريمة ما نخدموها تطيب لينا الكيكة عاد نخدموها باش ما تجمعش لينا. من بعد ما طابت لينا الكيك ديالنا خرجناه من الفرن ودهنتها في الجناب كلها بالناباج. كنزوقها بلوزيفيني من الجناب. ومن بعد كنخوي وسط منا داك الكريمه وهي سخونه. من بعد ما خويت في داك الكريم باتيسيير زوقتها بالكريم كاراميل وها النتيجه ديالها. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وبالصحه والراحه وما تنسوناش في التعاليق ديالكم.